الاهلي الى الزمالك، والزمالك الشوط الاول لم يقنع جماهيره، والشوط الثاني الهدفين يعني ريحوا جمهوره. طبعا الهدفين فرقوا مع الزمالك 3 نقط ريحوا الناس، لكن في تباين ما بين الشوط الاول والشوط الثاني. نعم. الزمالك بادئ الموسم مش في احسن حالاته. أي. وانا بقول ان ده طبيعي جدا مع انه خلص الموسم لعب ماتشات، رغم ان الاربع ماتشات دول كان فيريرا بياخدهم ان هم كتمرين للفرقه. ولكن انا بشوف حاجه، فيريرا بدا بطريقه، الراجل بيحاول يوصل للزمالك الطريقه اللي علمها لهم في الموسم اللي فات. اول ما جه كانت الدنيا مش ماشيه مع الزمالك كويس، قعد ماتش في الثاني بيحاول يحفظهم ادوار معقده. نعم. وطرق مختلفه، بمعنى ان الزمالك النهارده بدا الجيم ده ب 3-5-2 مش ب 3-4-3، هم 3 ورا، لكن زيزو بيلعب مهاجم صريح جنب سيف الجزيري. أي. وانا بشوف ان ده فيه ظلم كبير لقدرات زيزو، طول ما انت مش هتلعب كوره انت الفريق قدامك بيلعب تحت الكوره. الزمالك بيلعب 3-5-2، الحاله الدفاعيه 5 ثلاثة هم رؤى على يمين عمر جابر، على شماله زكريا الوردي، والاثنين المهاجمين اللي موجودين. الكرة بتتلعب، بص عليك تمركز زيزو فين؟ هو المهاجم جنب سيف الجزيري على طول. نعم. الزمالك بيحاول يقضي أدوار معقدة في الملعب. بص يا كابتن المنظر ده، أدي الخماسي أهو اللي في النص ده رؤى، اللي على يمين عمر جابر، اللي على شماله زكريا الوردي. صحيح. الهدف من كده إيه؟ ان عمر يمين ناحيه اليمين جنب سيد عبد الله يلعبوا جبهه مع بعض، وزكريا الوردي يميل على فتوح يعملوا جبهه مع بعض، وده منظر الهجمه. فتوح، زكريا الوردي، زيزو جاي يلعب معاهم هنا عشان يعملوا مثلث يشتغلوا بيه بالجبهه دي، وبعدين الكره بتتقطع. فهنروح نبص الناحيه الثانيه، بص منظر الزمالك بقى، اتفاجئ بكابتن طارق العشري، الضغط 1-2-3 وفي ظهرهم 3. فهيعمل ايه محمد عواد؟ هيلعب كوره طويله. فالزمالك كان عنده ازمه الشوط الاول في الخروج بالكوره، مش عارف يطلع بالكوره اصلا، فبالتالي مش عارف يوصل لهجوم سموحه. هنا بقى المنظر اللي بيقول حضرتك عليه، بدا الزمالك يتحسن من الدقيقه 38. رؤى اللي عامل ماتشات كويسه جدا. صحيح. بالمناسبه. صحيح. اتحرر، بقى في جبهه ناحيه اليمين، ادي سيد عبد الله وادي عمر جابر، الجبهه دي اتحركت. طب ايه تاني خلى الزمالك يتحسن في بدايه في اخر الشوط؟ زكريا الوردي نزل خد دورتين. بص بقى زكريا الوردي فين يا كابتن؟ بيساعد في طلوع الكوره عشان الزمالك مش عارف يطلع، بس هنتراك بقى زكريا الوردي لغايه ما يوصل هناك. ادي حمزه، سيف نزل استلم، الجبهه اليمين سيد عبد الله وعمر جابر، وهنفضل مركزين مع زكريا واخد الموقف، الراجل مكمل جوه ال 18، هتتلعب بالعرض اللي هيروح يلعبها بدماغه زكريا، زكريا الوردي. نعم. الراجل بيساعد في طلوع الكوره وبيطلع. هنا الزمالك بدا يتحسن، اتظبط اكتر امتى؟ قبل الشوط ما يخلص، لما زيزو هتلاقيه في قلب الملعب اهو. خلاص قال له بقى انزل اتحرك. نعم. خد حريتك. زيزو بيتحرك بيسند الكوره، الزمالك بيروح ناحيه الشمال، هتلاقي الفريق انتشر. صح، الزمالك اتعادل شكل الفريق في اخر 5 دقائق من الشوط الاول. وزيزو داخل في القلب، بدا الفريق يتحرر. التغيير الاهم للزمالك كانت بنزول امام عاشور. نعم. الحقيقه امام عاشور، بص يا كابتن بقى، امام عاشور اللعيب وانت مش عارف تطلع محتاج قدرات للعيب واحد في وسط 6 بيلف وعنده ثقه، اخذ الكوره هيكمل. امام عاشور بيكمل، بص بيرقص. نعم. بيحط زمايله، وبرده امام عاشور هو اللي هيكمل لغايه جوه ال 18. وبدا احمد سيد زيزو عينك تلمحه ناحيه اليمين. صحيح. الزمالك بعد كده بدا يغير طريقه لعبه لطريقه اشبه ل 4-4-2 او 4-2-2-2 كان بيعملها السنه اللي فاتت. ونزل يوسف اسامه اللي بالمناسبه كان واحد من اهم نجوم الزمالك لما نزل الحقيقه. بص الزمالك بيضغط بقى دلوقتي هنا اهو 4-4 او 6-6 في نص. نعم. ملعب سموحه، فبدا يجيب الكوره، فبدا يتواجد في نص ملعب سموحه اكتر. بص حضرتك المنظر ده. نعم. يوسف هناك خالص، وزيزو فاتح الكادر من تحت، واثنين مهاجمين سيف الجزيري ومن تحتيه شيكابالا، عشان يبدا الزمالك يتحسن نسبيا. خلاص بدا الزمالك يخش في الجيم اكتر، مع ان سموحه بدا بدنيا يقع شويه. هتلاقي ان الزمالك قرب اكتر واكتر، ولكن التغييره بتاعت يوسف وبتاعت شيكابالا وامام هي اللي فرقت. بص يا كابتن الزمالك بقى كره الجون. نعم. 5 بعرض الملعب، انتشار ما حصلش ابدا الشوط. نعم. الاول زيزو على اليمين، النهارده 2 مهاجمين، والكره دي تحرك ممتاز من شيكابالا في ظهر الدفاع، وفتوح بيلعب الكره دي كويس جدا. نعم. اتحولت لجون. يبقى اذا التباين في الراجل بيلعب 3-5-2، بعدين 4-3-3، وبعدين 4-4-2، كل الحاجات دي. دايما يحسب لفريرا انه دماغه شغاله في المباراه، حتى مزبوط. لو عنده اخطاء بيقدر يصلحها في اثناء المباراه، خصوصا الشوط الثاني. دي حقيقه، عنده. نعم. قدره ان هو يسيطر على الفريق ويقدر يغير في الشكل وطريقه اللعب. وبيدي ادوار للعيبه بتفرق جدا معاه، بس الفكره كلها ان انا بشوف برضو ان هو عمال يغير في الشكل. عايز يوصل لحاجه معينه في دماغه والفرقه تشتغل بيها. لغايه دلوقتي هو بيلعب بثلاثه. هو عنده مشكله الفتره الجايه، اصابه الونش هتفرق معاه جدا طبعا، حسام عبد المجيد مع المنتخب الاولمبي ما اعرفش ايه اللي هيحصل، ابراهيم انداي كمان حضرتك قلت انه اتصاب. نعم. فبالتالي عنده كذا لعيب، الونش مهم جدا، ولكن اعتقد. نعم. مصطفى الزناري هيرجع يركب على طول جنب. نعم. عبد الغني وحسام عبد المجيد في حال وجوده. لكن في المجمل الزمالك
الشوط الاول ما كانش زي الشوط الثاني، لكن في المجمل الكابتن عملوا ماتشات، يعني الشوط الثاني احسن كتير بالنسبه للزمالك. اتخيل ان الفتره الجايه فيريرا هيبدا يعلم اللعيبه اكتر ادوار معقده، لانه مثلا واحد زي عمر جابر ده بياخد دور مهم جدا، وانت بتلعب بثلاثه انت بتتحرك من نص الملعب، تفتح عرض الملعب على الاخر خالص عشان تبقى انت كانك جناح وسيد نيمار يخش للقلب وهكذا.